تمثل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وكينيا بعداً هاماً في إطار الاستراتيجية التي تتبناها مصر لزيادة التعاون مع دول القارة الإفريقية، حيث قامت مصر منذ عقود عديدة بتطوير الشراكة الاقتصادية مع كينيا سواء على المستوى الثنائي أو في إطار التجمعات الاقتصادية الإقليمية التي تجمع البلدين. تبينت قيمة التبادل التجاري بين مصر وكينيا خلال فترات زمنية مختلفة، فخلال عام 2020 ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر وكينيا بنحو 3.58%، مسجلاً نحو 635 مليون دولار مقابل حوالي 613 مليون دولار في 2019. كما ارتفع فائض الميزان التجاري لصالح مصر خلال 2020 من نحو 237 مليون دولار إلى ما يقرب من 261 مليون دولار بنسبة ارتفاع بلغت 9.9%. وشهدت قيمة الصادرات المصرية إلى كينيا ارتفاعاً بنسبة 5.3% بما يعادل 22 مليون دولار لتبلغ تقريباً 448 مليون دولار مقابل 425 مليون و700 ألف دولار في 2019، ما يؤكد أهمية السوق الكيني لمصر وكذلك ثقة المستورد والمستهلك الكيني في السلع المصرية، حيث تعد كينيا أحد أهم الأسواق الواعدة للسلع المصرية. تصدر مصر لكينيا السكر ومنتجات الحديد والصلب وإطارات وبطاريات السيارات بجانب المنتجات الورقية والكيماويات والمحولات الكهربائية والأدوية والمعدات الهندسية، بالإضافة لمواد العزل والأجهزة المنزلية والسجاد والزيوت البترولية، فيما تستورد مصر من كينيا الشاي، التبغ، بعض الكيماويات، بعض أنواع الزيوت، الفواكه والخضروات، زهور القطف والزهور المجففة، وبعض بنود أحضار الطباعة.